نروح نشوف الطقس. طيب دلوقتي مشاهدينا نروح نتابع حاله الطقس مع دينا ودرجات الحراره المتوقعه النهارده. بشكرك يا محمد، فعلا تعالوا نتابع مع حضراتكم النشرة الجوية بالتفصيل. هيكون النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون معتدل على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، وهيكون مائل للدفء على شمال الصعيد، وهيكون مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة، والنهاردة كمان في شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. نتمنى من قائدي المركبات توخي الحذر خلال القيادة في الساعات الأولى من الصباح. كمان في هناك فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية. خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من العاصمة القاهرة والعظمى 20 والصغرى 10، الإسكندرية 18-11، مطروح 18-11، سيوة 18-6، بورسعيد 18-11، دمياط 18-11، إسماعيلية 19-10، السويس 19-10، العريش 18-11، كاترين 15-2، طابة 20-14، شرم الشيخ 23-15، الغردقة 23-13، الفيوم 21-5، بني سويف 21-7، المنيا 21-7، أسيوط 21-6، سوهاج 22-6، قنا 26-9، الأقصر 27-9، أسوان 27-10، الوادي الجديد 24-8، شلاتين 25-12، وأخيرا حلايب 22-12. وبكده حاولنا نطمن حضراتكم على حالة الجو النهارده. هنرجع مرة تانية لجمانة ومحمد علشان نكمل فقرات صباح الخير يا مصر. بنشكرك يا ديرة، شكرا جزيلا.